الدرس الرابع قصة خلق نبي الله آدم، سجود الملائكة له، حقيقة إبليس. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أول ما يبدأ الإنسان عند قراءته لقصص الأنبياء يبدأ بقصة أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو آدم، ولا يقال ابن من، لأن آدم كما هو معلوم ليس له أب، بل هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه. خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم خلط التراب بالماء فصار طينا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا، أي له رائحة منتنة وهو أملث في نفس الوقت. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ثم ترك حتى جف فصار كالفخار، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار، خلق من طين لازب، خلق من تراب، كل هذا في وقت غير الوقت الآخر. ثم بعد ذلك كان نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه من مني، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فآدم خلق من تراب وذريته بعد ذلك خلقت من ماء مهين، من نطفة من مني يمنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما صفة آدم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق آدم وطوله 60 ذراعا، وهذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، وما زال الخلق بعد ذلك ينقص حتى يومنا هذا. ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه حواء، ويقال زوج وزوجة، وزوج أصح في اللغة العربية، وزوجة صحيحة. خلق الله زوجه أي حواء من آدم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فزوج آدم خلق من آدم صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وخلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم ليأنس بها ويسكن إليها ويكون بعد ذلك النسل منهما. فخلق الله تبارك وتعالى على أربعة أصناف: صنف من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم صلوات الله وسلامه عليه، وصنف من ذكر دون أنثى وهي حواء، وصنف من أنثى دون ذكر وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وصنف من ذكر وأنثى وهو سائر الخلق من البشر خلقوا من ذكر وأنثى. خلق الله تبارك وتعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا السجود قد يشكل على بعض الناس، كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك. السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين: إلى سجود عبادة وإلى سجود تحية. سجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، هذا سجود العبادة، وهذا لم يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة به أبدا. ثم السجود الثاني وهو سجود التحية، وهذا السجود كان مشروعا في الأمم السابقة ثم نسخ وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه عبادة وإنما فيه تحية. ومنه أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، وكان هذا مشتهرا عند الأمم السابقة. ولذلك قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يعقوب: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم كان مصداق هذه الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجود تحية، سجدوا له سجود تحية، وكان مشروعا في شريعتهم جائزا. ولذلك لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى الشام ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له النبي صلوات الله وسلامه: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم هناك يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فوالله لأنت أحق بهذا صلوات الله وسلامه عليه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا لا يجوز إلا لله. فرؤية معاذ لأولئك القوم هم على العهد السابق أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية لا من باب العبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله، ثم قال: ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكنه نسخ. ففي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود، لا سجود العبادة ولا سجود التحية، بل صار السجود علامة على العبادة، فلا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وكان إبليس مع الملائكة فلم يسجد، امتنع أولا ثم أباح بالسبب، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهو يعترض على حكمة الباري سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مرفوض لا شك، لأن الله تبارك وتعالى أمر، وأمر الله واجب التنفيذ سبحانه وتعالى.
فهل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود مع الملائكة أو كان مع الملائكة؟ الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، وإنما كان معهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس من الجن، والجن خلقوا من نار، وإبليس قال: خلقتني من نار، والنبي أخبر أن الملائكة خلقوا من نور، فإبليس إذن ليس من الملائكة وإنما كان مع الملائكة، فأمره بالسجود بالتبعية لأنه كان معهم، لأنه ذكر أنه كان من عباد الجن فأكرم بأن جعل مع الملائكة، لكنه لم يكن معهم، ولذلك خانه طبعه اللئيم لما أمره الله بالسجود فتكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ولذلك ذكر أهل العلم أن سبب الهلاك بشكل عام هو الحسد والكبر والحرص. أما الحسد فإن إبليس حسد آدم، وأما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى، وأما الحرص فهو ما سيقع لآدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء عندما أكلا من الشجرة. فهذه الأمور الثلاثة، الحسد والكبر والحرص كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي سبب وقوع الناس في معصية الله تبارك وتعالى. امتنع إبليس عن السجود فكان الرد من العزيز سبحانه وتعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فكان الجزاء من جنس العمل، فلما كان عمل إبليس تكبرا جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريد. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وكل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، منها الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب. عندها أعلن إبليس عداوته وجهر بها وصاح بما كان يكتم ابتداء، فقال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وهي في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، يخطئ بعض الناس فيقولون خليفة عن الله أو يقولون خليفة الله في الأرض، وهذا خطأ، بل خليفة يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: فخلف من بعدهم خلف. فالناس يخلف بعضهم بعضا، لا يخلفون الله تبارك وتعالى، بل الله هو الخليفة. وإذاك إذا سافرت تقول عن الله تبارك وتعالى: وأنت الخليفة في الأهل. فالله خليفة عن كل أحد، ولا يكون أحد خليفة عن الله تبارك وتعالى، لأنه يلزم منه
أن الخليفة محتاج إلى من استخلفه، والله الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد أبدا. فالخليفة من الله وليس الخليفة عن الله تبارك وتعالى. فلما قال الله هذا للملائكة قال الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا سؤال من الملائكة، وهو كما قال أهل العلم سؤال استعلام لا سؤال اعتراض، بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون، فهم لا يعترضون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بأنهم عباد مكرمون وغير ذلك من وصف كريم وصف الله به الملائكة. فسؤالهم إذن سؤال استعلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهنا يسأل كثير من الناس كيف عرف الملائكة أن آدم ونسله سيفسدون في الأرض؟ وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال أربعة أجوبة. الجواب الأول قالوا إلهام، أي أوقع الله في قلوب الملائكة في صدورهم أن هذا سيحدث، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أو يكون هذا بإخبار ولكن لم يذكر في القرآن، أي أن الله أخبرهم قال إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في الأرض، فتعجبوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أو تكون الملائكة قالوا هذا عن توقع، لأن الله كما تعلمون خلق الملائكة وعصمهم، الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم لذلك توقعوا أن يحدث منه هذا الأمر، إذن قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا الإنسان. والأمر الرابع وهو أنهم قالوه من باب القياس، وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس، فإبليس أبو الجن وأمر بالسجود لآدم بعد أن خلق آدم، فالجن موجودون قبل الإنس، والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض، فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون فهذا الذي سينزل الأرض إذن سيفسد كما أفسد الذين من قبله، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فجاء الجواب من الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من المصالح والمحاسن والحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان. ثم جاء بيان فضل آدم فقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أسماء كل شيء، علمه أسماء كل شيء، كل ما ترى جبل شجر حجر أسد نمر وهكذا، علمه أسماء كل شيء سبحانه وتعالى. فلما علمه أسماء كل شيء أمر الملائكة أن ينبئوه بهذه الأسماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء أي هؤلاء الأشياء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا من أدب الملائكة مع رب العزة تبارك وتعالى، وهكذا يجب على كل مسلم إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يتجرأ ولا يتكلم بدون علم. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا لما قال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا. فالإنسان دائما إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم لا أعلم ويرتاح. وفي هذا بيان فضل العلم، إذ ميز الله آدم صلوات الله وسلامه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم قال لآدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء هذه الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال أي الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما الذي أبدوه وما الذي كتموه؟ قالوا أي العلماء أبدوا ما أظهروه من الكلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكتموا يعني إبليس الذي كتم الحسد والحقد والكبر على آدم صلوات الله وسلامه عليه. فاعلموا ما تبدون أيها الملائكة الطيبون، واعلموا ما تكتم أيها الشيطان المريض. فقال الله تبارك اعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون، وهنا فيه إظهار لفضل آدم صلوات الله وسلامه عليه، أولا من العلم الذي أعطاه إياه، ثم ثانيا لو أن الله تبارك وتعالى قال لآدم أنبئهم بأسمائهم ثم أنبأهم بأسمائهم ثم قال أرأيتم علم آدم، قال نحن نعرف هذه الأسماء، ليس لآدم فضل، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك إن كتب الله لنا عمرا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما جاء الملك وجمع الناس وقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم جاء فضل يوسف لما عجزوا، فلو أظهر الله فضل يوسف في البداية لقال أولئك العلماء نعم هذا التأويل صحيح ونحن نعرفه قبل أن يعرفه يوسف، ولكن أظهر عجزهم ليظهر فضل يوسف. وكذلك هنا أظهر عجز الملائكة عندما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قال أنبئهم بأسمائهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.